زينب المالكي. عسامتكم، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما الاختيار اي اف ام. نتمنى لكم الكل بدايه اسبوع موفقه، اسبوع حجر صحي ان شاء الله، يا ربي تكونوا الكلكم بخير وين ما كنتوا تسمعوا في اي اف ام. مرحبا بكم في حلقه اليوم من مع الناس، حلقه نهار الاثنين 10 ماي 2021. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية اسمها رفقة الشيرني، نحكيه على القضية اللي هزت الرأي العام الكل، ضحية زوجها بإطلاق 5 رصاصات. الحكاية تعرفوا تفاصيلها بعد شوية. نحكيه في الأوضاع زادة اللي في الجهات مع ظروف الحجر الصحي العام، ونحكيه على برشا حركات احتجاجية وخروج برشا مواطنين منهم في صفاقس اليوم. الوضع ناخذوه مباشرة في مع الناس. في الجزء الثاني نحكيه على حملة لجمع تبرعات لطفل صغير عمره 8 سنوات. اللطف على السامعين الكل، عنده سرطان الدم، ورحلة أم اللي قاعدة تلوج على طريقة لإنقاذ ولدها، تعرفوا تفاصيلها بعد شوية. تونس وديو ناجح بين زوز الشباب أمنيتهم يزينوا القناطر وليفساد. شنية الحكاية متاع هل الزوز من الناس هذوما؟ تسمعوها في آخر برنامج اليوم مع الناس في نشرة أخبار المواطنين. أنت الصحافي، اطلبونا على 58 550 707. كيف ما قلت نبداو من الكاف، واسمها رفقة الشيرني. نحكيو على الجريمة اللي هزت الرأي العام، جريمة قتل عون حرس لزوجته بسلاح ناري، وين ما زالت الأبحاث متواصلة في قضية مقتل امرأة تبلغ من العمر 26 عام بعد قيام زوجها اللي يعمل في سلك الحرس الوطني بإطلاق النار عليها من سلاحه الشخصي. هذا يصير وقت اللي الناس الكل يعرفوا أنه الهالكة كانت تقدمت الأسبوع الماضي بشكاية ضد زوجها بعد تعرضها للعنف إثر خلافات عائلية، وقامت فيما بعد بإسقاط حقها في التتبع. أشتاج اسمه اسمها رفقة الشيرني، صورة اسمها رفقة الشيرني تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبيعة ناس مصدومة وتقول كيفاش هذا يصير، وناس تقول علاش مصدومين. هذا واقع برشا سيدات وبرشا رجال في تونس، وزاد هذا واقع السلطات في تونس في مواجهة العنف الأسري والعنف ضد المرأة، واللي وصل الضحايا من نوع هذا. هي رفقة، ربي يرحمها وينعمها، وكيف ما قلت باش ناخذوا تفاصيل أخرى بعد شوية من عند شكون قاعد يتابع في الموضوع، كما انتم مهتمين بمتابعته. ايضا احنا نمشيو مباشره لصفاقس، نحكيو على الوضع الصحي العام، نحكيو على اهم المستجدات في صفاقس اللي تشهد اليوم اصبح زياره السيد وزير الصحه لافتتاح مركز التلقيح في حديقه الرياضه في صفاقس، تزامنا مع التجمع العشرات من الباعة امام مقر الولايه لتنفيذ وقفه احتجاجيه بعد قرار منحهم من الانتصاب والعمل، وطالبوا بتمكينهم من فتح محلاتهم وفق ما افاد به رئيس الغرفه صناعة الملابس. كما توصلنا أخبار عن إيقاف حارس سوق السمك عن العمل بعد ثبوت تورطه في فتح الأبواب للتجار باش يخليهم يدخلوا يزيلوا الخدمة متاعهم، وعدم التزامه بتنفيذ قرار الحجر الصحي الشامل، وكانت دارت فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي على الحكاية هذه. كل المستجدات من صفاقس مع المواطن الصحفي زياد ملولي معنا. مرحبا بك زياد. مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم. شكرا لك انت اللي موجود معنا باش تخلينا نتابعوا اللي صاير في صفاقس. فيديو ريناها من سوق الاسماك، رينا كيفاش دخلوا التجار هذو. نبداو من النقطه هذيا، بعد الاقتحام هذيا يتوقف حارس سوق السمك. حارس اليوم صحيح. دونك كما ريتوا على خلفيه القرارات اللي صدرت قبل العيد باربع ايام، اللي برشا عباد عملت ستوك نتاع حوت، تعرف صفاقس معروفة بالحوت المالح اللي جايبين آلاف الأطنان باش يعديهم في الأربع أيام الطويلة، فما التجالة، فما الحوت الحي. دا جاء القرار معناتها متفاجئين، يقول لك يمكن يقضوا نهار الوقفة، نبيعوا عندنا 3 أيام نصرفوا فيها السلاح نتاعنا، وتعرف الحوت ما يصبرش، واللي باعوا له معناتها بكونجيلي فما المش كونجيلي. ديكو دونك صارت القرارات، صارت حاله تشنج كبيره. معناتها القرار فاجئ الباعة نتاع الاسماك اللي عندهم عادات خاصه زادة في العيد، خلينا نعرفوا زادة الناس الكل اللي في جهه صفاقس بالذات، ويقول لك عندنا سلع باش ترسينا مع الخسائر اللي قاعدين نعيشوا فيها في سير الايام، الخسائر باش تولي كبيره، وصار الاقتحام نتاع السوق هذايا. وشنو التهم الموجه لحارس سوق السمك؟ على خاطر كيف ما رينا زاده في الفيديو فما اقتحام، دونك حارس سوق السمك علاش تم القبض عليه؟ ايوا خلع، على خاطر يرجع لسوق الحوت. سوق السمك معروف في تفاق السوق الكبير اللي هو مارشي، اللي معروف انه يتبع للبلديه،
بلدية عند الأبواب واللي صار اليوم يسكروا على السوق بالليكادنا خاصة التهمة على المباشر معناتها اللي توجهت له أنه خلع الفضاء العمومي المقر سوق الحوت وبيان سيرو وحط عريض على أنه يتحداوا القرارات نتاع الدولة وبيان سيرو هذاك تجم تكون قرارات صحيحة وغير قانونية وفما اللي باش يكونوا غير قانونية وتحريض اليوم تم الاستدعاء نتاعو كمل معاك الحاجة الأخرى زيد قول لي اللي صارت منذ قليل زاد قدام الولاية أنا مش نحكي على هذا جوستومون مش نحكي ساعة على حكاية افتتاح مركز التلقيح في حديقة الرياضية في صفاقس سيد الوزير الصحة جاء لافتتاح مركز التلقيح في حديقة الرياضة وبرشا ناس من توا بدأت تستنكر في طريقة قبول الناس اللي باش تلقح معناتها انا ريت تصور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ناس كبار في العمر ناس عندها امراض مزمنه يمكن مادامهم في الاولويات قاعدين في الصف في الشمس هذية في رمضان يستناو في دورهم في التلقيح معناتها السيد الوزير موجود باش يفتتح المركز هذايا والمركز ما فماش فيه ظروف ملائمه حسب الشهادات اللي وصلتنا من عند المواطنين هذايا لاستقبال هالفئه العمريه هذية وفيها الطقس هذايا وفيها الظروف هذايا احنا اليوم كنت غادي انا في كمتطوع ومنسق جهوي لشبكة عزيمة وكمجموعة سيد التروتوار انا والمتطوعين نتاعنا وعديد المجتمع المدني اللي كان للتنظيم اللي يسهل الكود المركز اللي تحل اليوم جديد مركز كبير مع رياضة كبرى اللي مستعدة باش تستقبل بين 2000 و2500 دونك مواطن يوميا لأن المراكز الأخرى اللي موجود في تقية الدير وموجود في طريق البرد كانوا ما يوصلوش 800-900 اللي صار اليوم في المركز الجديد فما تنظيم فما معناتها لكن صار تأخير في جايبين عدد الجرعات بتاع التلقيح في مصاير خليني أقول لك في مراكز التلقيح تقريبا الكل حسب الشهادات اللي قاعدة توصلنا لهنا معناتها في مع الناس مشاكلنا تقنية بتاع التابلتات ساعات ريزيو يطيح تعرف أنت كل واحد عنده موعد نص ساعة كل نص ساعة للسيستم بتاع الانفورماتيك يبعث مئات تعرف إذا كان صار خلال بتاع نص ساعة وساعة مش يولي تزاحم وهيك عليش هو الفضاء واسع لكن اليوم اللي يلزم ده حتى للسيد الوالي وللبلدية واللي مسؤولين أنه يكثروا من النظام على خاطر اليوم تعرف بخلال حتى رمضان أنه الليلات هذوما سخنت صحيح دنيا سخونة برشا والحقيقة صعيبة الاحتمال متاع ساعة وساعة ونص انتظار للكبار متاعنا ان شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم اخر حاجه زيد خاطر لازمني نتعدى للموضوع اللي من بعد وقفه احتجاجيه قاعدين نراو فيها على الباج فيسبوك راديو اف ام على اي اف ام تي في الفيديو اللي وصلتنا شنو السبب نتاعها السبب نتاعها التجار زاد كيف يقول لك انا اليوم جيتني قبل 4 ايام اللي انا حضرت اللي عملت التوك نتاعك باش اللي عملت التوك نتاع شبابك اليوم حتى الحلاقين غرفه الحلاقين احتجوا وخرجوا معاهم يقول لك انا اليوم معروف العيد العباد كل حاجه اليوم كي تذكر لي انا يا خويا مراقب وراني جاد وراني مندخل كان زوج وثلاثه وعامل التباعد والايراسيون اليوم كيف التجار بجميع انواعهم النصابه اللي مالوريزمون خلاو قرارات رئاسه الحكومه وقرارات اللجنه العلميه دو كوتي وحلوا اليوم كي نشوفوا زينب العبيد الكل اتفقت على انه القرار كانوا يستنوا فيه لكن ثم 4 ايام اللي هي خلوزة الدنيا الكل فما 4 ايام خلينا نقولوها بالدرجة التونسية متاعنا اللي هي ميسرة متاع برشا ناس ناس تمشي تقترض باش نجم ياخذوا سلعة باش نجموا يخرجوها في العيد وغيره يلقاو رواحهم غير مورد رزق ويلقاو رواحهم مضرورين اللي سلعة ما ينجموش يخرجوها في ايامات اخرين النشاط الموسمي يقول لك انا نعمل وخاصة ما فماش تعويض يقول لك انا ماذا بيا نحترم الاجراءات ما عوض لي زاده كيفاش نجم نعوض الخسائر نتاعي لا تعوض لي لا تخليني نخدم لا تخليني نحترم البروتوكول اللي انت طالبه كيفاش نجم انا نعمل كمواطن الحقيقه تسمع من هنا الكلام تفهم الحقيقه الاولويه للصحه اكيد لكن فما خطاب ظهر لي ناقص الناس تستنى فيه يقول لك اذا اردت ان تطاع فاطلب ما يستطاع ماذا فما ناس قاعده تستنى نحترم الاجراءات اولويه هي الصحه أولوية البقاء على قيد الحياة متفاهمين فيه هذه الكل لكن في نفس الوقت خلي الإجراءات تكون زادة ملمة بكل التحديات اللي عند برشا عائلات تونسية سورتو في هالبريود هذا شكرا لك زياد اللي أنت كنت معانا كما كل مرة توفينا كي نحبوا معلومات هكا من صفاقس وراه برشا حاجات يبدأ عندك المعلومات هذه وبربي من خلالك زادة تحية لكل المتطوعين في مراكز التلقيح على خاطر برشا ناس قاعدة زادة هي تكون وتعاضد في الجهود نتاع الأطباء باش تتم الأمور التنظيمية بالظروف اللي عندهم بالإنسان.
الإمكانيات اللي عندهم، فنحييهم جميعا في كامل تراب الجمهورية. باش نرجعوا للكيف، وباش نرجعوا للأشتاج اللي الناس الكل تحكي فيه، وباش نرجعوا على الصورة اللي الناس الكلها تحكي فيها، نحكي على اسمها رفقة الشيرني توت سويت معنا في مع الناس. مع الناس احنا كيف ما قلنا باش نرجعوا نحكيوا على القضيه هذه، نحكيوا على الجريمه اللي هزت راي العام، هزت الناس الكل، الناس الكل تفاعلوا معاها. رفقه الشيرني، ولا انا نحب نقول كان اسمها رفقه الشيرني، خاطر رفقه كانت موجوده بيناتنا، خلافات عائليه، تتعرض للعنف الزوجي تمشي تشكي، هذا هو المعقول والقانوني، تتعرض للعنف تمشي تشكي، لكن يخليوها ترجع لدارها وضغوطات اجتماعيه او غيره، تو نعرفوا التفاصيل اكثر من عند الشهادات اللي توصلنا، تخليها تسقط هل الشكوى هذه، لكن هذا ما يشفع لهاش، على خاطر تلقى حتفها بخمسه رصاصات ابو بورتون كيف ما يقولوا باللغه الفرنسيه، معناتها من مسافه قريبه جدا، تخليها ما عندها حتى فرصه في النجاة، وتموت رفقة الشيرني. وملي كان اسمها رفقة الشيرني تولي، وكانت موجودة تولي اليوم ذكرى، لكن فما زاد تحولها إلى رمز، رمز متاع برشا نساء اللي يتعرضوا للعنف هذية، وعقلية مجتمعية كاملة لازمها تتغير وباش يقف هلا النزيف هذا. احنا نحبوا نعرفوا شنو اللي صار مع رفقة بالذات. اليوم معانا من الكيف الصحفية كريمة البريني، ممثلة جمعية المرأة والمواطنة بالكيف. مرحبا بك كريمة. مرحبا، شكرا لك كريمة اللي انت موجودة معانا هنا في مع الناس. انا اول حاجة نحب نعرف التفاصيل متاع الحكاية من عندك انت، على خاطر برشا قيل وقال على مواقع التواصل الاجتماعي، شنو اللي صار بالضبط؟ الشكايات متعددة من عند رفقة، واخرهم عندها 48 ساعة، هذي اول مرة تمشي تشكي وما سمحها حتى حد، ولا فما شكون سمحها وعايت لزوجها لاستنطاقه، شنو اللي صار بالضبط في القضية متاع رفقة؟ اللي صار واللي عندي معلومات شويت للحديث اللي تحدثت مع رفقة نهار الجمعة في الليل، فترة اتصلت بيا رفقة اتصلت بيك نهار الجمعة في الليل، اتصلت بيا بعد شقا فترة نهار الجمعة في الليل، وقعدت نحكي أنا وياها العصر متاع الليل. هي متزوجة بطبيعة وعندها ولد صغير. قداش عمر ولدها؟ 10 سنين. والله ما نعرف لاج اكزاك، اون باساج سيت ان بتي غارسون. ما عمرها شكيت قبل، اول مره تشكي تعرض للعنف عندها سنوات، عندها سنوات تتعرض للعنف، لكن هذه اول مره تشكي، اول مره تتجرا وتمشي تشكي. واللي كيما تقول لي هي دي، يقول لي ما عندك مال، ما عندك تعمل. دونك خلينا نسمعوك بالكدا، سامحني قاعد التليفون يقص. معناتها هي كانت تشكي لك وتقول لي، وتقول لك اللي زوجها يقول لك، يقول لها ما عندك ما تعمل. اي تو تافي. لكن نهار الجمعه شيت للاعتداء اللي صار عليها، مشيت شكي مركز الاستمرار، لانه الفرقه المختصه في البحث في جرائم العنف تسافر، يعني تخدم في الاوقات الاداريه. فرحانة بالحقيقة، معناها ما شكتش في المباشرة نتاعهم، عطوها تصغير، مشيت للمستشفى، عاينوا الأزراف، ما خذيتش الشهادة الطبية الأولية نتاعها في وقتها مالوغوزمون، خاطر اتضح أنه من بعد الشهادة الطبية فيها 20 يوم. عيطوا له وليلتها باش يتوقف، لكن ما فهمتش علاش ما توقفش. معناتها هات نتبعوا بالمرحله بالمرحله معاك، خاطر كلامك الكل مهمه برشا كريمه. معناتها هي مشات قالت العاون يستقبلوها بالكدا، يستمعوا لها، يعملوا لها تسخير باش تمشي تاخذ الشهاده الطبيه نتاعها، ما خذتش الشهاده الطبيه الاوليه اللي طلع فيها من بعد 20 يوم الاضرار اللي معناتها تسبب فيهم الزوج نتاعها في العنف المسلط عليها، ومن بعد يعيطوا له لاستنطاقه باش يبحثوه، لكن يسيبوه. سايبوه افكتيفمون، هما الاعوان ما ياخذوا قرار يوقفوه كان باذن المية بالعموميه. احنا ما فهمناش علاش ما توقفش ليلتها، دونك روح، وهي زادة روحت وقتها كلمتني وخايفه واكدت لي ليلتها بليزيوغ بريز ان تحبوا يتوقف، تحبوا يتوقف، ماهيش مخمص يتلاحق ولا ما تحبوا يتوقف. ومن كيف خاطر ما عندهاش موارد باش تخاف، ما كانش يتوقف باش تعيش طريقها، خاطر هي مازال
ما هيش تخدم. دونك اخر كلام هذيا معاها انها اليوم تقولها تفهمها تمشي للمستشفى بالشهاده الطبيه الاوليه نتاعها وتعرض للسرقه المختصه باش تكمل الابحاث الاوليه. مالوغوزمون بون اتفقنا احنا، قلت لها كان ما توقفش غدوه. جينها من الجمعيه ونسيجي قاضي الاسره ونعملوا مطلب. كريمة معناتها أنت كي تكلمك هي نهار الجمعة وخاطر نسمع في الكلام نتاعك أنها تقول أنها خايفة لازم يتوقف على خاطرها خايفة منه، خايفة من الرياكسيون نتاعو، ولازم زادة خايفة من حاجة أخرى اللي هي ما عندها حتى مورد رزق آخر، شنو باش تعمل بعد ما يتوقف. معناتها مجموعة من الحاجات اللي خليوها تعيش لحظات خوف كبيرة برشا. أنا نحب نعرف، حكيت لكش على العائلة نتاعها شنو الموقف نتاعهم؟ ما كانوش ينجموا يعاونوها، ما كانوش ينجموا يساعدوها يقفوا معاها؟ ما حكيت لكش على هدايا باش ما نزيدوش عليها حتى شيء. ما حكيناش بالبدايه، لكن ليلتها هي في دارهم، يعني في دار ابوها وامها. يعني ماهيش معاه، هذاك اللي طمني شويه انا وقتها اللي ماهيش معاه، معناها اللي تي اون سيكيورتي. لكن مالوغوزمون غدوه قدموا صوف قدام النيابه العموميه وتراجعت. شو اللي خليها تتراجع؟ معناتها انتم كنتوا تحكي وكانت مصره انه يتوقف على خاطر خايفه من الرياكسيون نتاعو، شنو هو السبب اللي خليها تتراجع على الشكايه نتاعها؟ هو في الفينومين دي فيولونس كونجوكال، معناها في العنف الزوجي، لو ديزيستمون نتاع الضحايا طبيعي جدا. برشا ضغط، برشا بريسيون. فوالا اكزاكتومون، على قد ما يكون الانفيرونمون نتاعها ماهوش مأيدها، ماهوش دون لو سوتيان، ماهوش دون لا كومبرونسيون، على قد ما تكون المؤسسات اللي باش تلتجأ لهم باش السينيال العنف هذايا يكون ضعاف، الجواب الريبونس نتاعهم تكون ضعيفة، على قد ما هذاك باش يقوي هو وهي باش يحسسها بالذنب، خاطر عندها صغير، خاطر كيما تعرف الثقافه نتاعنا والكونسيبت والانستيتيوشن تاع الزواج وتاع العائله كاينه على مسؤوليتها هي، وكثقافه انه العنف العائلي والعنف الزوجي بصفه خاصه معناها امور تخلي ومثالش وعدي على خاطر عائلتك وما دخلش بولدك للحبس والجمل من نوع ذي. هذا هو دونك احنا نعرفوه الفينومين هذايا، لكن انا علاش جو سيون كوليغا؟ خاطر جوستومون حتى ولو كان هو القانون ايش يقول؟ القانون 58 ماهو جاي من فراغ. علاش ولا توا حتى اسقاط الضحيه ما يوقفش التتبعات؟ على خاطر نعرفوه الفينومين هذايا، ديبرسيون سوسيال، دو لا كولبابيليتي، دو لومبريز، دو لومبريز بسيكولوجيك دي فيكتيم دو فيولونس، نعرفوه. لكن كانت فما مؤشرات تخلينا نخافوا عليها، اللي هو مش اول مره يعرف هالعنف، اللي هو حامل السلاح. معناتها فما اليوم كلام اللي قاعد يتقال اللي ما تشدش، كما انت قلت احنا ماناش فاهمين علاش ما تشدش، علاش ما تمش الايقاف نتاعو، الوغ كل عنف تم الرصد نتاعو، حتى كان هي اسقطت حقها، فما حق مدني زاده، وفما حاجات نعرفوها كيف ما انت قلت اللي هي موجوده قانون 58، ونعرفوا اللي الضغوطات اللي موجوده في المجتمع نتاعنا اللي يخليو برشا سيدات يتعرضوا للعنف ويمشيو يشكيو بعد يسقطوا الشكايات نتاعهم. برشا ناس يقول لك زاده على خاطره امني، على خاطره زميل كيف ما نقولوا بين قوسين، دونك ما نعملوش معاه اللي يلزم. هذايا اللي لازم زاد يتفتح في تحقيق، هذايا باش يصير كريمه البريني والا مش باش يصير، على خاطر توا رفقه الشيرني ربي يرحمها وينعمها اليوم تحولت الرمز حقيقي في البلاد. اليوم باش يتموا التحقيقات، علاش تسيب؟ مش التحقيقات مع المتهم في القتل نتاعها اكاهو، لكن علاش ما خذتش الاجراءات الشده والا الحقيقه اللي لازمها تمشي فيها؟ والله ان شاء الله يتم تأييد ويصير تحقيق. انت بديت بان شاء الله، معناتها مش متاكده ان شاء الله يصير؟ قلت مانيش متاكده، ما نعرفش، خاطر معناها احنا كجمعيه
صرنا إخلال حكيت في أمور جانفي اللي فات مع معناها سبستيتيو دو بروكورور اللي هو معناها نائب وكيل الجمهورية حضوري أنا معناها ظاهر بزوز سكتيت ضحايا عنف وحاول يلزمهم بشي 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 يرجعوا وبخي دلا فامي معناها ألوغ كينو كيختار وعملنا فيه مراسلة للوكيل الجمهورية وما صار في حكي وزي مباشر في مسابقة حياة العنف معناها يا غيان كي سوفي ما نعرف أنا الحقيقة بالنسبة للأعوان أعوان الفرقة المختصة متاع الشرطة اللي باسرت رفقة وأنا بالقيت وباللي سمعت وباللي حكيت معهم البارح سامدي بلوتو سامدي مصباح معناها ملي في بالي أنا ورفقة باش ننسق وقت هي باش تمشي للفرقة وباش أمر الإجرائي الحقيقة باللي قالوا لي إيزون في سكيف لكن كل شيء موش بيديهم معناها هما ما جو نبونس با نجم نكون غلطة مي جو نبونس با أنهم صارت معاملة سبيسيفيك على خاطر أمني ولا ما صارتش معاملة خاص ما تتصورش ما نتصورش أون توكا با أو نيفو دو لونيتي سبيسياليزي في جراء من تحت في جراء من تحت لكن يلزم تحقيق على خاطر الحكايه كيف ما انت قلت كريمه فما لازم مواجهتها من نقاط متعدده مش من نقطه برك اليوم ماذا بينا ما نسمعوش على ضحايا عنف وحدات اخرين نعرفوا اللي ماناش في ما نحاولوش نغطيو عين الشمس بالغربال برشا ناس يقولوا ما تبداوش مصدومين هذه حقيقه برشا عائلات في تونس وهذا وين ينجم يوصل العنف ضد السيدات هذا وين ينجم يوصل العنف في منظومه الزواج هذا وين يوصل العنف توكور دونك لازم كل الناس تكون عندها وقفه ووقفه صحيحه علاش الناس اللي تعنف وتضر ناس ما يتمش التعامل معاهم على حجم الضرر اللي قاعدين يعملوا فيه النفسي والجسدي وغيره ولا وشنو ينجم يكون عنده تبعات زيادة. على كلنا نشكرك كريمة البريني ممثلة جمعية المرأة والمواطنة بالكيف بارك الله فيك اللي كنت معنا وعطيتنا التفاصيل هذه بحكم قربك مع الضحية رفقة شيرني ربي يرحمها وينعمها وخاصة يظهر حقها باش ما يكونوش فما ضحايا أخرين. خليكم معنا لهنا في مع الناس على خاطر ملكيف والقضية هذية اللي يحكيوا عليها الناس من البارح لليوم وإن شاء الله يقعدوا يحكيوا عليها حتى لين تفاصيلها وحقائقها يبانوا الكل. نمشيوا للأوضاع اللي تحكي لنا على العائلات اللي تعيش معارك ونحكيوا على معركة أم في إنقاذ ابنها لعمره 8 سنوات. مع الناس في الجزء هذا كيف ما قلت نحكيه على حملة لجمع التبرعات لطفل صغير عمره 8 سنين عنده اللطف على السامعين الكل سرطان الدم واستحال علاجه في تونس. مساعي العائلة توصلت لحجز مكان في مؤسسة استشفائية في أمريكا وين عندهم فرصة أنه ابنهم يتعالج قادرة على توفير العلاج اللازم للحالة متاع ابنهم بالذات. لكن كما تتصوروا الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا المبلغ باهظ وباهظ جدا للعملية ويتطلب جمع مساعدات بقيمة 186,000 دولار للعملية الكل. التوانسة اليوم وصلوا لجمع 50,000 دولار وبقية المبلغ بنحب نحكيه لكم شنو المجهودات اللي صايرة على خاطر العائلة معاملة على تعاطف مع التوانسة الكل داخل تونس خارج تونس لتأمين باقي المبلغ ومساعدة هالطفل الصغير هذية ولإنقاذه على خاطر فما فرصة لإنقاذه. على حكاية هذية وطرق إنقاذه ليد صغير ولد 8 سنين تحكي لنا المواطنة الصحفية أمنة نايفر اللي معانا مباشرة. مرحبا بك يا أمنة. مرحبا بك يا زينب. شكرا لك أمنة اللي يعيشك لله. شكرا لك اللي أنت موجودة معانا. 8 سنين اللطف على الناس الكل عنده سرطان الدم وفما فرصة لإنقاذه. الفرصة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. العائلة تمكنت من حجز بلاصة المبلغ كبير 186,000 دولار تمكنوا العائلة اليوم بمساعدة برشا ناس أنهم يلموا 50,000 دولار لكن ما زلنا بعاد على المبلغ المطلوب. أول حاجة حبيت نشكرك زينب اللي تحكي باش نوصل صوت ولدنا الكل اللي هو محمد الشاهد اللي كما قلت أنت عمره 8 سنين يعطيك الصحة. أول حاجة نسمي نقولها ربي الله لا يمرض حتى حد. أمين أمين. وربي فاضل غيراتنا الكل. أمين يا رب. يعيشك. وثاني حاجة نتمنى من المستمعين والناس الكل يتفاعلوا معنا باش نخلطوا نعالجوا محمد خاطر يد واحدة ما تصفقش وكما قلت أنت المبلغ كبير برشا.
لكن ما نتقدوش الأمل. أنا الحق كما الناس الكل كما التوينسة الكل ما نجمتش ما نتحركش وما نجم كان نبادر ونعاون باللي نقدر عليه. أكيد. كما قلت أنت معناتها محمد تعالجوا في تونس من الأول وقعد في عهيدة عثمانة معناتها عام ونص. ومن بعد عام ونص معناتها ما العمل التريتمون نتاع الشيميو كما تعرف انت في حاله سرطان الدم لازم شيميو ثيرابي لكن عمل غشوت والكنا بعثته لتركيا في سبيطار في تركيا خاطر عمل غريف نتاع المالوس ما كانش نجم يعملها في تونس خاطر ما عنده حتى حد في عائلته ولا في لونتوراج نتاعو اللي كومباتيبل معاه باش نجم يتبرع له نجم يتبرع له اكزاكتومون دونك بعثوه لتركيا على اساس باش يلقى ان دونور من الباز انترناسيونال وفعلا في ديسمبر معناتها في شهر ديسمبر 2020 عمل محمد الغريف ولكن بعد 3 شهور للاسف عمل غشوت عاود مرض طلع هو اللي يسميه معناتها يقولوا موفي ريبوندون للشيميو التريتمون شيميك هذا بدنه ما يحملوش وما يتفاعلش معاه ايجابيا دونك هذاك علاش عمل ان غشوت ما يتفاعلش معاه ايجابيا ولذلك علاش اخذت حتى معناتها الام والعائله استشاروا برشا اطباء واولهم التوانسه الاطار الطبي التونسي اللي كان متبع معناتها الوضعيه نتاع محمد طب زاده في فرنسا المانيا امريكا الناس الكل قالوا له مع فرد كلمه راهو لازم علاج العلاج المناعي اللي هي ليمونوثيرابي وخاصه انه ليمونوثيرابي ماهيش توكسيك معناتها هو طفل صغير او 8 سنين مليكه معناتها صغير ما ينجمش تريتمون ورا بعض وشيميو ما تعرفش لطف عطينا عطيكم الله الشيميو ماهيش سهله بالكل اكيد ففي شهرين 150 ايميل الناس الكل يسألوا أنا بيدي وقت عديد حتى معناتها نداء على الفيسبوك أنه تمي شي سنتر سبيطار اللي نجموا يتكفل بالليمونوثيرابي ولا يعاوننا على 150 إيميل جواب بركة إيجابي اللي هو جينا من معناتها من إنديانابوليس رايلي هوسبيتال انا راي نحكي تقول جينا خاطر وليت انا انت وليت معناتها جزء من العائله وجزء من الحرب هذه على خاطر انا ما عنديش برشا وقت امنه اما لازم الناس يفهموا اللي هذه معركه كما برشا معركه امهات وربي يشفي جميع الاطفال ونعرف الامهات يتعلقوا حتى بقشه ويحاربوا على اولادهم حتى للاخر ويهزوا المعركه حتى لين توفى اليوم العائله الكل ترى في بهرة أمل يراو اللي عندهم فرصة يراو اللي ولدهم عنده فرصة عمره 8 سنين اسمه محمد مسكين ديجا تعدى برحلة علاج طويلة وحاجات صعيبة برشا واليوم فما أمل في إنقاذه موجود في الولايات المتحدة الأمريكية أمن الناس اللي تحب تعاون اليوم اللي تسمع فيك يقول لك شرف ذيل ونحب نعاون ونحسب ولدي ونعاون بالحاجات اللي نجم عليها نعرف المبلغ كبيرة ما كيتلموا عليه برشا 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 ناس حمل جماعة ريش كما نقولوا بالتونسي أمن كيفاش الناس تعمل باش نجم تعاون محمد ثم ثلاث طرق زينب ثم أول حاجة للتوينسة اللي موجودين في الخارج اللي هما يعطيهم ألف صحة لليوم معناتها وصلنا لمينا 50,000 دولار ثم على الباج اللي هي اسمها Save the Life of محمد الشاهد ينجم يلقاو التفاصيل الكل والمعلومات الكل وحتى الدوسي ميديكال والكل هذيك الحاجة دونك الصفحة هي Save the Life of محمد الشاهد للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا ما همش في تونس فوالا وقلت بالنسبه للتوينسه اللي موجودين لهنا ينجموا يتبرعوا على الحساب الجاري نتاع الوالد نتاع محمد وين يلقاو تسمح لي نجم نعطي لان نجم نعطيه النمر نجم نعطيه تو اون دايركت كان تسمح لي يلا قول لنا باش نكملوا بهذايا وركز فيه بالكدا 2-2 يلا 0-8 0-1 9-0 1-1 0-2 صفر صفر ستة واحد خمسة اثنين ثلاثة ستة سبعة ستة سبعة وين نجموا يلقاو الغيبة ذي وين نجموا الغيبة ذي طبعا أنا تبش نحط توتخيط حتى على الباج يولي نجموا فرد باج ينجموا يلقاوها عليها يدخلوا ثم التفاصيل الكل ينجموا يطالوا حتى على السبيطار وين تعرف اللي توا ساعات العبيد نجم حتى تشوفوا عندها الحق قلت مبلغ هكا وين ماشي اكيد 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 ينجموا يتبعوه وينجموا يتابعوا وينجموا يراوا التفاصيل والحقيقه تبعث لي الملف الكل وتبعث لي الدوسي الكل
ونعرف كيفاش الامور قاعده تصير اون توت ترانسبارونس. دونك العباد الكلهم عندهم ضمانات الكل الفلوس هذيا باش تمشي باش تعاون الوليد محمد. امنه نشكرك جزيل الشكر اللي انت كنت موجوده معانا, نشكرك على المجهود نتاعك, ونقولوا للوالده التونسيه هذيا والام التونسيه اللي توانسه الكل عائله نتاعها وفما امل اليوم فما هالباج هذيا سيف ذا لايف اوف محمد شاهد للناس الكل اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا من اي بقعه في العالم واللي نجموا يساهموا باي مبلغ يحبوا عليه, وزاد الغيب اللي اعطاتوا امنه وتنجموا انتم تساهموا عليه. شكرا لكم الكل اللي تبعتونا في حلقه اليوم من مع الناس, شكرا على صبركم وسامحونا على التاخير شويه اخر. تلقاو كل برامج اي اف ام وتتابعوها كالعاده. شكرا لك اسامه صافي في الاعداد, امنه في الاخراج, كل فريق الاخراج الرقمي. كنت معاكم زينب مالكي في لمان.